الهدف من الاتفاقية اللي سنينا اليوم مع هاد الشركة اللي هي كتخدم في مجال السيارات هو ان الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات انها تواكب يعني المقارنة الاستراتيجية ديال الكفاءات ديالها. عندهم يعني واحد الهدف هو 15,000 تنصيب او تشغيل على افق 2026. الوكاله خدمات معهم من 2019 حتى لدابا، ودابا غادي نعزوا هاد الشراكه
ونواكبهم في التشغيل وايضا في المساعده على القابليه للتشغيل ديال الشباب. اورانج جوج مكنات من الادماج ديال 2500 واحد. قبل ما كنوصلوا لمرحله الادماج كاين واحد العمليه ديال لو سورسين، يعني التنقيب على الكفاءات وايضا التكوين ديالهم، ولكن اللي تدمجوا هما 2500. برنامج اوراج الثاني كانت الانطلاقه ديالو في جويليه ديال السنه الفارطه، والشركه ديال ليوني وقعت على اتفاقيه مع الوزاره الوصيه وبشرنا العمل، وتم ادماج ما يفوق 2500 شابه وشاب في مصانع الشركه ديالنا الموجودين في المغرب. اوراج هما كيزاولوا نفس المجال بحال العمال الاخرين، هو عامل كيدخل لمركز التكوين وكيتلقى التكوين الاساسي والمهم في الكابلاج، وبعد ذلك يتم الادماج ديالو. وهما كيكون عندهم خاصيه، ما كيكونش عندهم ديبلوم، ما كيكونش عندهم مستوى دراسي عالي. حنا كنعتبروها كمدرسه ثانيه بالنسبه للناس اللي توجهوا لسوق الشغل. فورماسيون الساده الحمد لله بخير، تكوننا على ما يرام. حنا غاديين في التكوين وغاديين في التطور، وان شاء الله من القدام يكون الخير. دابا مده 4 شهور بخير الحمد لله، عندنا كونطرا مده عام اللي سالاش يقدروا يجدوا معانا. 26 عام قدام في ليوني برشيد، المستوى الدراسي اولى بكالوريا. انا من الناس اللي كانوا كيلقاو مشكل في الاول باش يدخلوا سوق الشغل بحال اي واحد ما عندوش ديبلوم. من مراد المبادره اللي دارت الحكومه مع بشراكه مع ليوني، ما بقاش عندنا هذا المشكل، قدرنا حتى حنا ندخلوا نخدموا في شركه عالميه بحال ليوني. عندنا امتيازات وتعطونا امتيازات بحال الناس اللي عندهم ديبلومات، منهم سالير مزيان، خدينا عندنا امتياز ديال الترونسبور ديال التغطيه الصحيه، وحتى المعامله ديالهم مزيانه، وعطاونا وقت باش نتفورماو. ماشي من الاول دخلنا البوستات، يعني مده ديال شهر حنايا فورماسيون، وعطاونا الخاطر حتى كل واحد فاليد على البوست ديالو عاد باش دخلنا البوستات. كنتمنوا ان الحكومه تعاود دير هذه المبادره تخليها ديما للشباب اللي ما عندهمش ديبلومات. شكرا للحكومه، شكرا ليوم. قالوا لي في الشهر الاول غادي يجي، ما عرفنا واش طلع لكم. Par la suite,